مش لأنه هو أنا بتصوري أنه هو أحسن طريقة تقديم للمواهب. دي حقيقة أنه هو ما فيش مجاملات. عندكم السنة واحدة اسمها ريم مهارات اللي هي غنت الشقرة هيك شعرة اللي غنت زي جورج وسوف شوية. أيوة بتغني زي جورج وسوف. أيوة عجبتني صوتها حلو. مين عندكم أقوى حدا لهلأ أنت بالنسبة